إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طه الفشني ولد في بلدة الفشن بمحافظة بني سويف المصرية عام 1900. حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات العشر في سن مبكرة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بعد تخرجه من مدرسة المعلمين سافر إلى القاهرة وأقام بحي الحسين قرب منزل الشيخ علي محمود ملك التواشيح الدينية. يا شفيع الخلق ضروا أنا منسوب إليك، أنا منسوب إليك، أنا منسوب إليك. كان للشيخ علي محمود فرقة تواشيح خاصة، فعرض على الفشني أن ينضم إليها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان. بدأت شهرة طه الفشني تتردد في الآفاق. دعي ليكون واحدا من قراء الإذاعة المصرية. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم عين قارئا لجامع السيدة سكينة، واختير عام 1962 رئيسا لرابطة القراء، خلفا للشيخ الجليل عبد الفتاح الشعشاعي. يا أيها المختار. كان للشيخ طه الفشني تجربة مهمة في أداء الابتهالات والتواشيح، ومن أشهر التواشيح الدينية التي أداها يا أيها المختار السلام عليك يا شهر رمضان. يا أيها المختار. لمدحه ماذا امتاز الشيخ طه الفشني بإحساسه العالي اليقظ بعلوم التجويد وما يتبعه من علوم القراءات، وقدرته الهائلة على ترجمة معاني الآيات وإيصالها إلى السامعين. توفي الشيخ الفشني في ديسمبر عام 1971 تاركا ثروة من التسجيلات الصوتية الخالدة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا.